رجعنا لكم تاني بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، واحنا كنا عايزين نتكلم على الشباب المصري، ومعانا شاب مصري خريج كليه حقوق وطالب جامعي في اخر مرحله رابعه حقوق، واعتقد جامعه عين شمس. انا حابه طبعا هو يقدم نفسه او يعرفنا بنفسه، بس هو اسمه اسلام الشرقاوي. ونرحب بيك اسلام الشرقاوي النهارده على الهواء ومنور القناه. ربنا يخليك. ومبسوطه بافكارك وطموحاتك، والشباب المصري بيقول الشباب المصري اهو. فيعني بنرحب بك الاول قدام اعزائنا المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. بص يا اسلام، انا اي حد بحبه ما بقولوش باسمه، بقول له يا سلم. هو كفايه فتسمح لي اقول لك يا سلم. ماشي يا دكتور. تمام؟ صباح الجمال يا دكتور. وقبل ما تقدم نفسك ليا ملحوظه ممكن اقولها؟ اتفضل. بص انا لفت نظري الشعار اللي انت حاطه على الجاكيت بتاعك. اكاديميه مصر العسكريه. حاطط علم مصر النسر واللي تحتيه ايه؟ اكاديميه مصر العسكريه. حلو قوي. ده هو قصد على فكره. اي حاجه احنا ما ينفعش نحط الحاجات دي. ده ليه تفسير اي حاجه بتبقى محطوطه؟ اه طبعا ليها تفسير. انت انا يعني متاكده انك مبسوط بانك بتحاول تفكر وانك بتحاول تبدع ويبقى خيالك واسع، وده المقصود بيه النهارده ان احنا نقول الشباب المصري. يا جماعه الشباب المصري، شباب مصري والله العظيم عندنا كم هائل ما شاء الله الاكبر، وادي حد نموذج محترم بيقدم فكره جميله ومقترح كده لحل ازمه القمامه على مستوى الجمهوريه. ف يعني انا مش هتكلم بقى، انا عايزاك انت تتكلم بقى وعايش انا معاك. تمام يا دكتور. والله يا فندم احنا عندنا الازمه اللي هي ازمه القمامه. يعني ازمه صعبه جدا، بتخص كل المحافظات. بالنسبه حتى يعني في حدث مصر كلها سعيده بيه اللي هو تمكين الشباب بالنسبه للمحافظات. يعني انا هاخد تعقيب مثلا، او اللي هو نائب محافظ الدقهليه متكلم في اول ملف ليه بيتكلم على موضوع النظافه او ملف النظافه. ففي كل المحافظات بالتالي شباب قيادات كبيره موضوع النظافه صعب جدا. يعني بالنسبه لي مدخل بلدك بالظبط كده الشكل بتاعي. يعني ازمه النظافه تعوق عمليه التنميه بالنسبه لي انا كفكر، هي تعوق عمليه التنميه. ان انا عملت مشروع كبير والموضوع مش نظيف او كده، فبالنسبه لي انا اعتبر ما عملتش اي حاجه. فالفكر بتاعنا اللي هو ويتحدد على فكره مستواها البلد متقدمه او متاخره. ايوه طبعا. بالتالي عندي موضوع الازمه اللي انا فكرت اللي انا احلها ده كان من خلال الدراسه. يعني الفكره اللي انا شايف فيه ازمه عندي. طب انا في بلد، انا قبل الفكره انت ليه فكرت فيها بامانه؟ فكرت علشان المبدا، كل انسان لازم يكون ليه مبدا. انا مبدا اللي انا عندي، مبدا اللي انا بحب البلد دي، مبدا اللي انا لما اشوف حاجه ما ينفعش اللي انا عايز اسمع دي بقى. حب البلد، انت بتحب بلدك فعايز تعمل حاجه لما شفتها بالزبط. وحشه حاولت تفكر فكره حلوه ليها. بالظبط. يعني ممكن تكون بعيد، يعني انا دراستي كل قانون او يعني مش مثلا مش خريج كليه علوم اللي مش انا حاجة طبعاً. اقدر افكر في دي. بس انا شفت اللي انا عندي الفكر اللي انا اقدر احل الازمه دي، فبالتالي بدات ان انا افكر احل الازمه دي. هتحلها ازاي؟ انا الحل عندي اللي هو اللي انا بدات افكر اللي انا احل الازمه ازاي. يعني كفكر شباب اللي انا عندي الكمامه عاوز اجمعها مش عارف ايه الكلام ده. فبالتالي زي دكتور حضرتك لما اتكلمت في اول الحلقه قلت اللي انا قبل ما اطلع على القناه رحت خدت كورس عشان اقف اتكلم. فبالتالي من خلال دراسه الاكاديميه مصر العسكريه، وبالمناسبه حضرتك سالتني، هو يعني مناره العلم حقيقي. وده فعلا اللي سياده الرئيس بنص عليه، الوعي. اكاديميه ناصر العسكريه انا اكاديميه كبيره جدا فيها كذا دوره. بالتالي يا فندم هي يعني حولت الفكره عندي اللي انا احل الازمه بسرعه. مكانها فين اكاديميه ناصر؟ بالمناسبه انا عارف مكانها اللي انا خدت فيها دورات تدريبيه. تمام. تختبرني ولا ايه؟ لا والله انا بس لا عشان اعزائنا المشاهدين. يعني انا رحت خدت فيها كورسات انجلش، يعني انا يعني فهي موجوده في الدقي صح كده؟ ايوه تمام. وطبعا فحولت الفكره عندي او اللي انا احل الازمه بشكل بسيط. تحدي. ايوه بالظبط كده. تحدي. فبالنسبه لي يا فندم عشان احل الازمه وندخل بقى في الازمه على طول، انا بالنسبه لي هو تسمح لي بس قبل ما نخش في الازمه عايز اقول حاجه. اتفضل. حضرتك دلوقتي اصل ازمه القمامه فيها شقين. فيها شق بيخص السلوك بتاعنا احنا. بالظبط. وده اللي احنا مش هنقدر نيجي ناحيته. انا اعتقادي انت هتاخد الجانب الثاني صح؟ لا هاخد الاثنين. هتاخد الاثنين. هايل. هو لازم يعمل حاجه بالظبط. زي يا فندم انت حضرتك انا تخيلت بالمناسبه ان حاجه انا تخيلت ان هو هيحل الجانب الثاني ان خلاص بقى في قمامه. لا لا لازم وهو يتكلم معاها. في الاثنين. لازم يتكلم في الاثنين بالظبط. هو هيتعامل مع ده وهيتعامل مع حضرتك. حضرتك انت الاساس، انت الايقونه بتاعت المشروع كله. تمام. فبالنسبه لي يا فندم انا هتكلم على مين ام اطراف الازمه. هتكلم في حضرتك اول واحد اللي هو المواطن. في المواطن اللي هو حضرتك العادي اللي انت بتتكلم اللي هو انا مش منوط بالحل او الجامع او بعمل اي حاجه. فبالنسبه لي ده انا محتاج اشتغل مع عمليه التوعيه اللي هو يبقى عنده وعي اللي هو بالازمه والاثار السلبيه بتاعتها. تاني حاجه عندي العامل. العامل ده هو اللي الموضوع كله عليه. طب العامل عندي فيه حاجتين او اللي هم السبب الازمه عندي، ده ضعف الخدمه بتاعته. طب ضعف الخدمه بتاعته ليه؟
علشان ضعف الراتب بالظبط عشان يعني فلوس. انت توقع حضرتك كده مثلا عامل نظافه بياخد كام راتب؟ ما مش عايزين نقول مهم تمام يعني هو مش رقم لا يذكر فعلا ونظره المجتمع ليه او اللي هو بقى وجه للصدقه. انا بالنسبه لي مش كده، بالنسبه لي دول اهلنا ودول يتشالوا فوق الراس لان هم فعلا يعني هم اللي بيمثلوا هم اللي بينظفوا المكان بالظبط مش هم اللي بيرموا الزباله يعني من غيرهم احنا مش هننفع خالص. تاني حاجه عندي البيئه واللي هي وزاره البيئه اللي هي الحملات التوعيه اللي هي تبقى منوطه بيها عندي ثلاث وزارات بتكلم كل الجهات المربوطه بيها دلوقتي لا لا اللي هو مين اللي هم عند الطرف بتاعهم الاول اطراف الازمه بالظبط عندي ثالث حاجه التنميه المحليه لان التنميه المحليه هي المنوطه بالحل. انا هنفذ من المحافظه، المحافظه تنزل للوحدات المحليه عن طريق التنميه المحليه. يبقى بالنسبه لك انا خلصت الاطراف والاسباب. عندي التحديات حضرتك بتتكلمي فيها، تحديات انا عندي اللي انا اتخلص من الكمامه بشكل مستمر. تاني حاجه اللي انا اتخلص بيها التصدى لكل الاضرار والمكافحات والاثار السلبيه بتاعتها. ثالث حاجه اللي انا عندي احافظ على البيئه. تمام احافظ على البيئه، انا اتخلص عليها بشكل صحي وده الهدف بتاعنا. والاستمراريه. بالظبط، وانا علشان اخلص الهدف بتاعي او اللي انا احقق الهدف بتاعي وبان احنا في قناه الصحه والجمال يعني ان الله جميل يحب الجمال. فبالتالي اللي انا عندي ده الهدف بتاعي. طب انا ده عشان احدد الهدف بتاعي اللي انا اعمله انا بالتالي عندي فيه جهات منوطه. بس هو ممكن اضيف حاجه على الهدف ده بعد اذن حضرتك؟ عايزين نعمل حاجه اسمها الريسايكلينج. ما هو هيتكلم فيها برضه. بس حضرتك لازم تحط ازاي في ضمن الاهداف بتاعتك هو ازاي ان انا اخلي القمامه بدل ما هي حاجه بتعمل مشكله بل بالعكس انا ممكن احولها لحاجه استفيد بيها. ده من ضمن الاهداف. صحيح قلت الهدف ده هتتفاجئ دلوقتي يا دكتور علي. هتتفاجئ باللي هيقدمه. تمام. اللي عندي الجهات المنوطه بالحل يا فندم انا عندي اول حاجه المواطن ده اعمل له عمليه الوعي وهرجع لها تاني. عندي وزاره التنميه المحليه وده محتاج ان انا افعل عليها الدور. عندي وزاره الداخليه طبعا عشان تطبق لي القانون ما نص عليه قانون رقم 9 لسنه 2009 يا فندم اللي هو يطبق لي القانون ده اللي هو يطبق لي الغرامات ده الدور بتاعه. عندي البيئه والاعلام دور حضراتكم لا يقل اهميه اللي هو المنبع الاول اللي انا اوجه الازمه اللي انا اوجه التحديات بتاعتها مع وزاره البيئه. يعني وزارة البيئة ليها دور وبتصرف فلوس يعني هنرجع لها برضو تاني. عن تالت حاجة وزارة الأوقاف المنبر مهم جدا هو كواعي بالظبط كواعي اللي هو المنارة الأولى اللي أنا أقدر أخرج من أي أزمة وبتخاطب كل مستويات اللي في الشارع كمان بالظبط كل الناس هتروح تصلي كل الناس هتسمع الخطبة كل الناس هتتوعى بالظبط يا فندم. تالت حاجة فين عشان أحقق الجهات المنوطة عندي بعد ما حددت كله أنا في عندي تلات أوضاع. الوضع الاول اللي انا الموضوع الازمه هتزيد عندي والكمامه زي ما حضرتك قلت هتزيد ويعني كل حاجه انا مش هعمل حاجه وبمنها باسم برنامجنا المصطبه يعني حاجه بسيطه وبشكر حضرتك بجد يعني اسم البرنامج ده جميل. انت تشرفنا ربنا يخليك. تاني وضع عندي يا فندم هو اللي هو الوضع محلك سر انا مش هتحرك الازمه هتفضل زي ما هي وكل يبقى حاجه الوضع زي كما هو علي كل حاجه هتفضل زي ما هي. طب تالت حاجه اللي هو الهدف بقى اللي انا حضرتك اللي انا استغل اللي انا اعمل اعاده تدوير اللي انا احول الازمه لثروه. طب ده يا فندم يحصل عندي ازاي؟ من خلال المقترحات. اديني مقترحاتك. المقترحات بقى اللي هو الهدف من كل ده. انا اول حاجه يا فندم هعمل عندي انشاء الشركه القابضه للكمامه واعاده التدوير في كل محافظه. النبي عشان خاطري بلاش القابضه. تمام. يعني قول انشاء الشركه لاعاده التدوير عشان خاطري. تمام. لان انا معلش والله حضرتك بتدفع كهرباء كتير ممكن لا ما لا اصل كلمه قبضه دي عندنا دايما مرتبطه بخسائر. اسرح كده بخيالك هتلاقي اي حاجه مكتوب فيها شركه قبضه يبقى فيها خسائر. تمام. لما اقول لحضرتك يعني اليه التكوين واليه الانتاج لا لا بص ادي اي مسمى. تمام خلينا ادي اي مسمى. انا عايز اقول لك على حاجه انا هعمل حلقه عن ايه ليه القبضه دايما مرتبطه بالخسائر فبلاش القبضه يعني ادي اي الشركه لاعاده التدوير جمع الكمامه واعاده التدوير. اصل انت عارف لو حطيت القبضه فيها هتلاقي نفسك بتخسر ما تفهمش ازاي الايه؟ هتلاقي نفسك بتخسر مش عارف ليه. لا يا فندم هو انا مستخدم شركه القبضه عشان هو المشكله مش المشكله في كلمه القبضه دي نفسيه فيها حاجه مش مظبوطه. لا انا اقول لحضرتك انا اتكلمت في شركه قبضه ليه؟ لان انا يا فندم عندي عشان اعمل انشاء شركه انا بعمل لقانون الشركات وهو منص عليه القانون المدني من اول ماده 505 في استثناءات عندي اللي انا كدوله عشان اعمل شركه قبضه او اللي انا انشئ شركه اعمل شركه مساهمه. لا لا مش عايز مساهمه ممكن أنا هعملها أصلاً. انا هعمل اليه التكوين للشركه بس يا فندم علشان عندي استثناء القانون مديني استثناء اللي انا اقدر اعمل الشركه القابضه باسرع وقت. انا عاوز انفذ بسرعه مش عاوز اللي انا لاني ليه عدد كشركه لازم ليه عدد أنا متحمس شركه مساهمه ليه أنا عدد أنا متحمس لا استنى بس انا متحمس للفكره والله بجد انا عايز اشوف الاقتراحات بجد. بص شيل القبضه حط اي حاجه ماشي شيل القبضه والله وهبقول لك ليه بعد الهوا. تمام ماشي يا فندم. ففي عندي الهدف بتاع الشركه بقى اللي انت حضرتك كلمت لي فيه او اللي انت كنت طالب اللي انا اضيف اللي هو اعاده التدوير. انا اول حاجه يا فندم هعمل قضاء على عمليه الكمامه. تاني حاجه هستغلها
عندي زيادة الدخل وهعمل فرص عمل للشباب، هعمل زيادة في الاقتصاد اللي عندي اللي أنا هزود معدل نمو الاقتصاد، هسد احتياجات السوق الأولية، هحول نفسي من مستهلك لمصنع ومن مستورد لمصدر، ده كله من خلال المقترح اللي قاله لحضرتك. أيوة آلية التكوين. لا ما انا مش ده تشويق. طبعا ده تشويق. ده اللي اتعلمه في المناسبة. اقول لك على حاجة، عندي احساس انت خدت دورة تدريبية. لا هو شكله اتفرج على لا خد دورة تدريبية 12 صح؟ عندي احساس ان ده كان المشروع بتاعه فيها. هو طرح لا طرح والله انا اول مره طرح الازمة ومعرفش بس عارف انت هو طرح فعلا حل الازمه. لا يعني انا بمناسبه دايما بحب دايما الجانب النظري نطبقه على الجانب العملي. فانت خدت حاجه نظريه في الاكاديميه وبدلوقتي بتحاول تطبقها حاجه عمليه. بالظبط. تمام اتفضل. آلية التكوين اللي عندي اللي هي هتبقى من حاجتين، هتبقى الدراسة اقتصادية بحتة بحسب كل محافظة لأن المحافظات عندي بتختلف، بعد كده عملية الجمع والفرز وعملية التحويل. خش بقى لحضرتك المجتمع أو التطبيق اللي هو التجميع. يا فندم دلوقتي أنا هاخد عندي مثال، أنا من أبناء محافظة القليوبية وده شرف ليا طبعا اللي أنا هطبق الموضوع عندي. أنا عندي التعداد 6 مليون وشوية، فمعدل الأسر عندي 6 أفراد. تمام. يعني مليون أسرة عندي. اطبق المليون اسره هقسمها باقصى حد 4000 وحده، 4000 اسره، اسميها زي ما تسميها مسمى. انا عندي مشكله في الموضوع ده يا فندم. المشكله عندي ايه؟ المشكله عندي لما بيجي اعمل عمليه اسناد لجمعيه اهليه، اعمل عمليه اسناد لشركه، اعمل اي عمليه اسناد لمحصل، المحصل يروح للاسره. انا راجل بنتكلم اهلنا البساط، عنده مثلا دورين، هو قاعد فوق ولاده قاعدين تحت اللي هو الحاجه العاديه، يجي له المحصل يقول له انا عاوز اشتراكين، انا باخد على الشقه، يقول له لا انا اسره واحده، يقول له لا خلاص، يقول له انا مش مشترك. يبقى انا بتكلم على اللي هو محصل القمامه اللي هو اللي بيلموا. ايوه المحصل اللي هم بياخدوا بالظبط بالظبط. تمام. طب انا دلوقتي يا فندم لا انا هشوف عدد الاسر عندي كام اللي هو مليون اسره، هقسمه اقصى حد 4000 عشان نحل الحته دي خالص. 4000 هيطلع لي كام يا فندم؟ 250، سماه 250 منطقه، 250 حي، ايا كان. 250 يا فندم انا هخلي قيمه الاشتراك عندي 20 جنيه. 20 جنيه يا فندم في متناول كل متناول اي حد، والشركات بتعمل ده. بل عندي بيتم تحصيل 20 جنيه على فواتير الكهرباء او فواتير الغاز او على حسب كل منطقه، وارجع تاني اشترك في جمعيه او شركه اديهم فلوس وياخدوا لي الكمامه. يعني بدفع مرتين. يعني بدفع مرتين لموضوع الكمامه. طب يا فندم احنا هنوحد دلوقتي خلاص جاي لي من مصدر واحد، هنوحد التحصيل وهنبقى 20 جنيه يعني سعر مناسب، وهتقلل التكلفه بالنسبه لل ككل. تمام. هيبقى عندي 80000 جنيه يا فندم. عندنا الكيلو في محافظه القليوبيه في 5000، يعني 4000 اسره. 4000 كام واحد يقدر يلم منهم الشنطه بتاعه الكمامه ياخدها؟ ثلاث عمال كويسين جدا. واجيب لهم الاله بتاعته. ثلاث عمال يا فندم، الراتب زي ما احنا اتكلمنا فيه من شويه، الراتب بتاعهم لا يذكر. عندي النائبه سياده النائبه سحر عثمان كانت اتكلمت مشكوره جدا. لحد من المجلس. هي من الناس الحلوه الكويسه يعني ما شاء الله قويه. يتكلم عن موضوع اللي انا اعلي الراتب بتاع الكمامة، اغير وجهه المجتمع. بس يا سياده النائبه انت ما اديتنيش مقترح عشان اعليله. طب انا دلوقتي اديله 3000 جنيه هحمل عبء على الدوله واحمل ميزانيه الدوله فلوس اكتر. تمام. طب انا كده عملت ايه؟ وترجع الطلب يترفض. طب خلاص انت يعني لازم مقترح علشان اقدر اديله الراتب. طب يا فندم احنا عندي ال 20 جنيه. تقصد انها ما تبقاش امال فقط من غير تطبيق؟ اقدر اطبق. لان انت في حضرتك اللي في ايدك السلطه مش العامل. انت اللي بتمثليه مش العامل. فبالتالي يا فندم 20 جنيه في ال 4000 عندي 80000 جنيه، هخلي العامل راتبه 3000 جنيه بشكل ابتدائي. دي عمرها ما حصلت. انا اقول لحضرتك الراتب عامله 600 جنيه. 600 جنيه في ظل الظروف اللي احنا فيها. انت هتخلي راتب العامل النظافه 3000 جنيه. 3000 جنيه بشكل ابتدائي. هنقلب من بكره. انا اول مره ابقى قاعد منتبه واحس ان الكاميرا ربطاني. عايز اقول كلام كتير قوي بس بقوله جوايا. استنى انا عارف انا عامل حسابي لحضرتك هتوقف. لا اصل انت بتثير قضايا كتير قوي. كتير. يعني انا ممكن اسال سؤال؟ هو النهارده الصح ان انا ادي عامل 1000 جنيه في الشهر وما يشتغلش، ولا اديله 3000 جنيه ويشتغل؟ الصح اللي ادي 3000 جنيه ويشتغل. ال 1000 جنيه ملازمه انا بخسرها. لما بدي للعامل 1000 جنيه وما بيشتغلش انا خسران ال 1000 جنيه. انما لما اديله 3000 جنيه هو ال 1000 جنيه. ما هو ما بالمناسبه دي هي من ضمن او هي اساس المشكله في جميع الجهات الحكوميه في مصر. طب يا فندم انا دلوقتي هديله 3000 جنيه زي ما قلت لحضرتك. هنطلعهم ازاي؟ هطلعهم ازاي؟ انا احسب التكلفه الاول 3000 جنيه، انا عندي 9000 جنيه، وهجيب المحصل
اللي يبقى منوط يا فندم بالحل هدي له 1500. حد يقول لي 1500 يا عم الراتب كده مش كتير، لا هو مش هيشتغل الا 3 ايام او يومين بس، يعني نص اسبوع. اه نص اسبوع. ف 1500 يعني كويس، يبقى عندي يا فندم 10,500 تكلفه او المصاريف، من 80,000 عندي 69,500. 69,500 في الشهر، في 12 شهر يا فندم 834,000 جنيه. 834,000 جنيه. طب دلوقتي يا فندم انا جبت العمال وجبت المحصل ومعايا المشتركين، كلهم معايا مشتركين، هيجي لي 834,000 جنيه. بس هو معلش ممكن في الداتا فيها حاجه ناقصه، احنا محتاج الاول تعرف عدد العمال اللي شغالين في قسم النظافه. ليه؟ لان انت بتحسب حسبتك على رقم صح؟ بالتاكيد النهارده لو 1000 شغال غير 100 شغالين، فانت لازم الاول، والنسبه دي سهله جدا للناس دي كلها مثبته او اللي بعقود او انك تجيب عدد العاملين في محافظة القلبية في مجال النظافة. يا فندم أنا دول مش عاوزهم. مش دول هتديهم مرتبات؟ لا. ما تدي المرتبات. أنا يا فندم أنا لسه قايل لحضرتك من هدفي اللي أنا أساعد الاقتصاد وأنهي على البطالة وأتيح فرص عمل للشباب. أيوة الناس دي هتعمل إيه بقى؟ هجاي لها في الآخر. تمام. تمام؟ طب يا فندم دلوقتي أنا عندي الثلاث عمال اللي هجيبهم، أنا عاوز عمال معايا. جبت الثلاثة والعامل اللي هو المحصل يا فندم. دلوقتي عندي 834,000 جنيه، هجيب لهم يا فندم الآلة أو الأداة اللي هيجمعوا فيها. طب عندي الأداة دلوقتي هجيب لهم اللي هو التروسيكل اللي هي الحاجة المعروفة، تمنه من 16 لـ22,000 جنيه. أنا يا فندم هاخد المتوسط 20,000 جنيه. وبالمناسبة وزارة التنمية المحلية عليها مأخذ في الحتة دي بالذات، بتنزل لي يا فندم اللي هو مشروع اللي بتاع التروسيكلات اللي بينزل للشباب. طب دلوقتي يا دكتور انا بنزل له المشروع، بنزل له باخد الضمانات بتاعته على سنه ونص او سنتين وادي له التروسيكل ويطلع يشتغل في اي حاجه انا مش عارف هو مصدره ايه. تمام. يشتغل في الاقتصاد الموازي، يطلع يشتغل لي في الاقتصاد الحر وسياده. انا بعته خلاص. خلاص بالزبط. انا بعته. سيادة الرئيس اتكلم في اللي هم عاوزين نضم الاقتصاد الموازي وما يسمى الاقتصاد الاسود في الاقتصاد المصري عشان يعلى يحصل. تمام. طب بالنسبه بقى فيما يخص الازمه بتاعتي انا دلوقتي، العامل عندي بقت منتشره جدا اللي هي العربيات الكارجو او التروسيكلات عامه، يروح على اماكن تجمع الكمامه وما يسموه من النباشين. بالظبط. يختاروا منها الحاجات المواد اللي هي عادي التدوير وتتساب، يجي الوحده المحليه او الجهه المنوطه بالحل تشيل، ما بتشيلش حاجه، ما بتكسبش حاجه، خلاص الموضوع انتهى معايا. فانا بديله وارجع، يعني انا مساهم معايا في الازمه بشكل غير مباشر. طب يا فندم انا اولى بالدعم ده، انا كدوله اولى بالدعم ده، هتعاقد مع شركات تديني التروسيكل اللي بقول لحضرتك عليه ده اللي هو ب 20,000 جنيه. هخصم يا فندم 834,000، هخصم منهم 20,000 جنيه بعد اول سنه. انا هديك تديني التروسيكل اشتغل بيه اخر السنه اديك 28,000 جنيه. تمام. يعني في خلال سنه. في خلال سنه. تمام. هيبقى عندي 814,000 جنيه. يبقى انا كده يا فندم جمعت العدد معايا كله مشترك، كل الحاجه جاهزه، جمعت، فاضل اللي انا انقل الحاجات اللي انا جمعتها ورجعت فلوسي تاني. ورجعت فلوسي تاني. تمام. طب يا فندم دلوقتي علشان ارجع اخد الحاجات اللي هي تم جمعها، بعد ما تم الجمع مش معقوله هروح اجيب عربيه مثلا باليوم بيبقى تكلفتها حوالي 1,000 جنيه، او اللي انا اجيب عربيه لكل منطقه ده 4,000. لا يا فندم انا هعمل دمج بين منطقه ومنطقه، لو حضرتك افتكرت معايا 250 منطقه. تمام. هجمع بين منطقه ومنطقه. العربيه 8 موديل 2020 عامله 350,000 جنيه. هحط لها يا فندم العربيه اللي هي جنب حموله 4 طن اللي هي تتحمل العبء اللي انا هحمله عليها، اللي هي تتحمل منطقتين زي اللي يتحمل منطقتين. تمام. ولانه مش هيشيل مره واحده، هيروح على مرتين مثلا. تمام. حاطط لهم مصاريف 50,000 جنيه، بقى معايا 400,000 جنيه، هحمل المنطقتين 400,000 جنيه. بقى عندي يا فندم 814,000 في السنه من المنطقه، صح كده؟ هخصم منهم 200، بقى عندي 614,000. 614,000 ومعايا العربيه والتروسيكل في الشهر. طب عندي 614,000 ده اللي هو في السنه اللي هو التوتال بتاعي، هضربه في ال 250، 153 مليون جنيه ونص. ومعايا 250 تروسيكل ومعايا 125 عربيه نقل في اول سنه. طب تاني سنه عندي 834,000 جنيه، في 250 منطقه عندي 208 مليون ونص في تاني سنه. كم ده الرقم؟ ولسه يا فندم ما عملتش اعاده تدوير ولا بعت، انا اسف، ولا عملت كيس بالظبط، ما عملتش حاجه. وقعدت فرص عمل والمناطق عندي. طب يا فندم دلوقتي عندي 250 منطقه، انا عندي كم محافظه قليوبيه، كم حي؟ 46 حي، لما اقسمهم عليهم كل هيطلع لي حوالي 5 بالظبط. 5 يعني انا دلوقتي
بعمل اعاده تدوير زي ما حضرتك اتكلمت في اول حلقه، بعمل اعاده هيكله. لما اخلي كل حي مسؤول منه خمس مناطق هيقدر اللي هو يشتغل معاهم، هيشتغل ويجمل كمان بالظبط، اكتر من لما يبقى مسؤول عن كذا مركز، عن كذا مدينه، عن كذا حزب، عن كرة، عن نجوع، وفي الاخر المستوى متدني. طب انا يا فندم في اول سنه كده معايا 153 مليون ونص، 250 تروسيكل، 125 عربيه في اول سنه، انا كده لسه ما بعت زي ما قلت لحضرتك. هتنقل لنقطه ثانيه يا فندم، بعد ما انا جمعت وخلصت كل حاجه دلوقتي، هروح اعمل المنطقه اللي انا هفرس فيها منطقه ارض عاديه خالص مش محتاجه اي حاجه. هعمل يا دكتور حاجتين، انا عندي اول حاجه اللي انا هعمل عمليه الفرز الاولي، ان انا هفصل الورق مع الورق والحاجات دي كلها. في عندي حلين بعد الافراز، عندي الحل اللي انا ابيع المنتجات بتاعتي او الحاجات اللي انا جمعتها بس ابيعها مفروزه، هنا سعرها بيعلى. طبعا. معلش، هو مين اللي هيفرز؟ مين اللي هيفرز؟ مين اللي هيفرز القمامه؟ الناس اللي بتشتغل صح؟ لا دي جاي فيها لحضرتك، حضرتك مستعجل مش عارف لا لا هو يعني بيتكلم في في النموذج بس كفكره، وبعد كده احنا هنمسك له. لا 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 انا مستعجل اقول لحضرتك، يعني اللي هيتم بعمليه الفرز يا فندم، انا هجيب ناس متمكنه زي ما حضرتك كنت بتتكلم في الكلازما، كل واحد يبقى متخصص في الحته بتاعته. في عندي او معروفه او متداوله في المجال، اللي شغالين في المجال ده اهالينا في منشيه نصر شغالين في المكان ده وبيعملوا ثروه. وبالمناسبه سياده الرئيس بيعمل لهم القضاء في ملف صعب جدا اللي هو على العشوائيات، اللي هو نقلهم لحي الاسمرات في حاجه زي دي. فانا بالتالي يا فندم هجيب الناس زي دي، هشغلهم معايا، هجيب لهم ادوات اداميه للشغل وهستفاد بيهم وهم خبر بالظبط كده. ده غير الشباب اللي شغلتهم في التجميع الاول. لا وشغلت الناس دي كمان ودخلتهم في الاقتصاد. يعني ده في الاول شغلت شباب في التجميع صح كده؟ تمام ماشي. لا انا خلي بالك اصل انا بكتب عشان في الاخر هناقش معاك كام نقطه. حطيت فرست الحاجه وهتباعها مفروزه. هبيعها مفروزه ليه؟ انا قدامي حلين، هبيعها مفروزه يا فندم علشان انا في اول سنه يبقى معايا 153 مليون ونص. لما ابيع يا فندم الكميه اللي خارجه لي اقدر ان انا اعمل مصنع اعاده تدوير بفلوسي من مشروعي، ما خدتش حاجه لا من المحافظه ولا خدت حاجه من الدوله يا فندم، علشان اقدر اطبق الفكره او المقترح بتاعي اللي احنا نطبق خارج الصندوق، اللي انا ما اروحش للمسؤول يقول لي ما فيش ميزانيه. لو اعمل عبء على الحكومه بالظبط، انا معايا فلوس وهشتري اشتغل بيه بالظبط كده. انا عاوز تصريح اشتغل، انا لا مش هاخد حاجه من الموازنه خالص. اظن الارض او الحاجه دي مش صعبه، في المحافظات موجوده كبير. ففي عندي حلين، لا اما ابيع وفي اول سنه بعد ما ابيع الكميات اللي عندي مفروزه هيبقى معايا مبلغ اللي انا يبقى نصبر سنه واحده عشان يبقى معايا مبلغ زي ما انت بتقول كده اقدر ابتدي بيه اعمل بيه مصنع اعاده تدوير، مرحله اعاده التدوير بالظبط كده يا فندم. طب عندي بقى المصنع هعمله فين؟ انا في يا فندم بالمناسبه عندي 66 مصنع اعاده تدوير في مصر ما شاء الله، شغال اربعه، في اتنين بقالهم سنتين مش شغالين، بقول لك لسه هياخدوا التصاريح ومش شغالين. طب ليه يا فندم؟ ده انا عندي مجال صعب جدا، اللي انا محتاج ال 66 هيزيدوا. لا انا مش محتاج ال 66 بقى، مش محتاج ال 66، انا محتاج عدد اقل من ال 66 بس يشتغل، يشتغل على ارض الواقع، بدل ما بروح احط ملايين ومليارات في المحافظات اسمع اللي هم مرحله ابتدائيه ب 200 حاجه و 30 مليون، يعني رقم صعب جدا. فبالتالي يا فندم عندي المصنع في كل ظهير صحراوي لكل محافظه اخد اشتغل بيه. لا هعمله، لو مش موجود هعمله. طب يا فندم في محافظه ما عندهاش ظهير صحراوي، هعمل لها دمج مع المحافظه اللي المجاوره ليها. ايوه. والمصنع هعمله باللي هو يستعمل كميتين. طب المصنع من جوه بقى يا دكتور عندي هيبقى معمول ازاي؟ هيبقى مقسم عندي لست اقسام اللي هم الزجاج والورق والمعدن والبلاستيك والالكترونيات. ويبقى عندي الجزء العضوي. انا يا فندم مش هستخدم اللي هو الورقي، يعني عندنا مقدم كميه ابحاث في كل مجال على حده. انا هجيب افضل بحث، يعني عندي مراكز البحوث في مصر كتير، عندي من الكليات اختار اعلى او اقيم بحث يقدر اقيم بحث، وليست من الناحيه الورقيه او من طريقه التقديم بل من الطريقه العلميه. طبعاً. هطبقه وده يشتغل معايا في كل بحث على حد. انا كده هجيب المتخصص في كل مجاله يشتغل في الموضوع، واللي عامل البحث يجي لي كمان بالظبط هيجي يشتغل معايا. عندي العضو بقى يا فندم، العضو ده لوحده يعني في انتاج، ممكن اعمل منه انتاج الوقود الحيوي وغاز الميثان. هشغل العربيات بتاعتي التروسيكلات كل حاجه من مشروع، انا خلاص مش محتاج حاجه، انا هشتغل برضو من معايا. بالتالي يا فندم بعد كده الابحاث في كل قسم، انا بعد كده يا فندم هتسد احتياجات السوق الاوليه لما اعمل اعاده التدوير، سد اللي هي الحاجات اللي هي اوليه الصنع كلها هطلعها وابيعها. عندي بعد كده بعد مرحله البيع ممكن اعمل لها مرحله اللي انا اصدر. طب يا فندم المصانع دي فتحت لي كام فرصه عمل؟ محتاج فنيين،
محتاج عمال، محتاج مهندسين، محتاج اشراف، محتاج رقابه، ومحتاج كل حاجه، محتاج كل حاجه. انا شغلت انا دلوقتي او التقنين اللي جاي على كليات الحقوق او اللي جاي على كليات التجاره، لا العدد بقى اللي بيطلع له كل سنه في سوق العمل انا هبقى محتاجه فعلا. من المصنع محتاج محاسبين، محتاج شؤون قانونيه، محتاج مهندسين، شغلت محتاج كل شغلت كل فئات المجتمع يا فندم بكميات لا تذكر، يعني كميات رهيبه، كميات رهيبة اللي هيبقوا شغالين في الموضوع. أنا عندي التجميع بس لو اتطبق على محافظة 250 ألف فرصة عمل. أنا عندي وزارة البيئة يا فندم من أسبوع على يعني جهد فعلا مشكور ليها على موضوع السحابة السوداء واللي هو إعادة التدوير والأسطح. أنا يا فندم عندي عاملين 6000 فرصة عمل، معمول مؤتمر وحاجة رهيبة يعني. طب فين يا فندم أنا هعمل 250 فرصة عمل؟ الناس بتحرق الزبالة كمان عشان ما حدش بيلمها. بالظبط كده. ده أنا بشك يعني السلبيات او الصور او يعني كل عارف حاجه زي دي. انا بالتالي يا فندم عملت اعاده تدوير الحاجات بقى اللي حضرتك كلمت فيها اللي هو بتوع الحي او اللي انت حضرتك قلت لي العمال اللي هم في الحي. العمال اللي هم في الحي يا فندم انا اما كمان عامل لهم اعاده هيكله. بس اعمل اعاده هيكله وانا شغال. دلوقتي وزاره البيئه عندي كانت لسه في اسيوط مشكوره من يومين، كانت عامله مع جمعيه اهليه مشاركه ومصورين، واللي زي ما حضرتك عارف يا دكتور المسؤول اول ما يجي ينزل بلاقي عندي الشارع بقى نظيف، الدنيا بقت جميله، بعد ما يمشي بساعه الموضوع بيرجع تاني. طب دلوقتي يا فندم انا وزاره البيئه عندي لما تيجي تدي للعامل اللي بياخد 600 جنيه شهاده تقدير، يعني انا فاهم الجزء المعنوي له عامل كبير جدا، بس فين الجزء اللي يعيش؟ انا عايز اكل، انا عايز اعيش، انا هاكل شهاده التقدير، انا عايز اعيش، انا يعني الجزء المعنوي تمام، بس انا محتاج بدل الجزء المعنوي اللي انا فيه جزء مادي ولابس لي اليونيفورم وشفته وصورته وكل حاجه. طب بعد كده فين؟ مفيش حاجه. طب الزباله اللي هم شالوها دي ودوها فين؟ استاذ اسلام بص خليني اقول لك على حاجه. اولا انا مبسوط لتحمسك، ده رقم واحد. مبسوط انك بتفكر، ربنا يخليك. بس انا عايز اسالك سؤال، ايه الخطوه الثانيه اللي انت هتعملها بقى؟ يعني بس هو يكمل صح، في عنده خطوه. هو مع الاسف الشديد بيقول لي فاضل 3 دقائق في الايرويز مش عارف. تمام. يعني عندي الادوات الحي او الحي بقى اللي هو شغال يا فندم عندي دلوقتي هيبقى مقتصر على عمليه التجميل. مش هيعمل اي حاجه، انت تشتغل في عمليه التجميل طبعا له عادة هيكله وله جزء تاني. عامل معيار ثابت في كل منطقه، انا عندي 250 منطقه، هعمل معيار ثابت في كل منطقه للنظافه، هعمل مسابقات بين منطقه ومنطقه ثم مدن ثم مركز ثم على مستوى المحافظه. هديلهم خدمات أحسن. هديلهم خدمات يعني شكل، يعني مش هديلهم جوائز، هديها لهم في شكل خدمات. تقييم بالظبط. عندي اقدر بعد كده في مراحل التطوير عندي في التجميع، ممكن يا فندم احدد كيس لكل يوم، يعني اليوم السبت النهارده للورق، الحد للزجاج، يبقى عملت عمليه الفرز من البيت. ممكن يا فندم افرض على المصانع اللي هي بتعمل المنتجات الاولى تستخدم لمنتجات اوليه الصنع، يبقى المصنع بيعمل المنتج، يبقى عمليه الفرز او اعاده التدوير من المصنع وليست من المستهلك. ما شاء الله. في اكتر من حاجه طبعا، التكنولوجيا عندي الجزء اللي هو العامل جاي دلوقتي فين، التروسيكل المنطقه على القريه العامل فين، الابلكيشن، الصور، لكل حاجه، كل يعني مثلا القاهره الجديده غير القليوبيه غير اي محافظه. تمام. المحلات كل ده السيستم، كل حاجه ده سيستم. ومع الخطوه الثانيه اللي انت هتعملها يعني دلوقتي هتخاطب مين بقى؟ هل هيبقى هل ممكن الاكاديميه مصر تتبنى المشروع بتاعك؟ لا ده اكاديميه مصر مالهاش دعوه بالكلام. لا. ده لا ما هو انت لازم تعرف ايه الخطوه التانيه. هي هنوصل صوته على اساس ان يبقى بعد كده. حلو. دي حاجه كويسه، بس انت لازم تبقى حاطط بلان بينك ونفسك انا هعمل ايه بعد كده. كويس انك تطلع في الاعلام وتعرض مشروعك والناس تتبناه زينا واحنا وراك، بس انت لازم تعرف الخطوه الثانيه ايه. عايز ايادي يعني متكتفه. ايوه هو عايز الايادي. طيب. المتكتفه عشان يحقق ده. خليني اقول انا يا استاذ علي، عارفه ان انا لما بقعد ساكت بقعد اكتب. خلينا بس نقول حقيقه ان تجار القمامه هم اكتر ناس بتكسب مستفيد. هيوقفوا الاول الناس هتوقف. التعاون بين الجهات، احنا عندنا مشكله هنا في مصر ان ما فيش يعني حاجه. اثرت في بدايه حديثك وزاره الداخليه وزاره الاوقاف والوزارات المعنيه، المفروض لازم يبقى في تكامل بالزبط. او تعاون بين الجهات المعنيه بهذا الموضوع. شوف يا فندم، انا علشان يحصل لي، انا اسف للمقاطعه، علشان يحصل اللي انا اطبق الحل بسم الله الرحمن الرحيم قول لا ان الله لا يغير مقام حتى غير بقى. انا لسه جاي لك اهو بالظبط. فلازم يحصل عندي تكاتف في الجزئيه دي. اصعب شيء في هذا الموضوع هو انك ازاي تغير سلوك البشر، ان احنا نتكاتف جميعا. يعني الواحد بيبقى حزين وهو ماشي في الشارع وتلاقي صندوق القمامه موجود والحاجه بترمي
والله 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 الوعي برضه يا فندم. ده لو الطبع يا فندم. طب يا فندم انا في عندي مقترح تاني اللي هو يجي يديني الزباله اديله فلوس بالظبط. تمام وهتخليه غصب عنه يحط ويشوف المخالفه والمخالفه هتجبره كمان ما يرميش. في مشكله تانية هتواجهك دايما. انا صاحب مقوله ان اصعب حاجه بتواجهك في اي مشروع هي العماله. احنا عندنا مشكله في مصر يعني النهارده خلي اعمل مصنع وقول انا محتاج 100 عامل فيه. هتلاقي لو جالك لو بياخد مرتب كويس مرتب كويس ما هو انا اخبارك انا بكلمك من خلال تجارب بقى شخصيه. تمام ماشي عشان مرتب يعني لا لا بكلمك من خلال تجارب شخصيه وبالتاكيد انا يعني المرتب احنا عندنا مشكله في مصر. ما اعرفش هل الشباب وصلوا لمرحله ان هو ما بيبقاش فاضي لانه طول الليل قاعد على الفيسبوك؟ لا يا فندم مش كده يا فندم. لان انت سالتك عشان كده سالتك سؤال في النص ايه تفضل. قلت لك هو الشباب اللي هيجمعوا القمم صح. انا رحت قايلها لان انا شايف ان من ضمن المشاكل يعني من ضمن المشاكل اللي هتواجهك هو انك تلاقي الشباب حتى لو بياخد مرتب والله عالي. والله العظيم الناس بتيجي في الشارع انا بشوفهم شباب يقول لك اخد اي حاجه وهلم الزباله. لا يا فندم انت بتتكلم على الشباب. انا في عندي عمال 65 و55 سنه بيشتغلوا في الشركات الخاصه بياخد 1500. انا اعرفهم ونزلت معاهم يا فندم. انا بتكلمك بتكلم حتى المشكله انا فاهم يا عزيز الفاضل. المشكله في اللي فوق 45 ممكن يشتغل اي أيوة حاجه. أيوة. اللي تحت من 40 سنه هو المشكله اللي فيه يا فندم. هو في مشكله عند الشباب ممكن تكون حضرتك مش واعي اللي هو ما افضلش ادرس كذا سنه يعني مثلا كذا في الاخر ما الاقيش شغل. ده بالنسبه لواحد متشائم دي مشكله عند الشباب. دي مشكله في فكر الشباب مش عند الشباب بالظبط. اصل المشكله عند الشباب دي عارف يعني ايه يعني هي هم عندهم حق في المشكله. لا هم ما عندهمش حق في المشكله خلي بالك. وهو لما بيروح يسافر بره بيشتغل اي حاجة. خلي بالك بالمناسبه انا خلينا نقول ان التعليم ده انت بتاخد ثقافه لانك ممكن تستدعيها يعني بمناسبه انت وجودها في كليه حقوق وممكن اشتغل شغلانه غير شغلانتي. ما هو انت دلوقتي بالمناسبه طب انت طب ما انت معلش القمامه ليها علاقه بدراسه الحقوق؟ لا بس عايز اقول لك على حاجه. لا الحقوق علمتك انك ازاي تعرض قضيتك بالظبط. شفت اذا اي حاجه انت ممكن تستفيد بيها حتى دراستك في الكليه اللي انت بتقول دي دراسه مالهاش علاقه بالله. لا تستفيد بيها. لا ليه طبعا يعني مثلا الفكره بتاعت انا الفكره بتاعت لو حد جه ياخدها او يعمل ارجع عليه بالحقوق المدنيه او الحقوق بتاعتي ما هو برده من خلال دراستي في الجزء بالظبط. احنا انا يعني انا مبسوطه الاول انك انت قدمت المقترح وقدمت الفكره واتمنى ان كل صوتك يوصل لكل اقول لك على مستوى الجمهوريه لان لو اتخذت وتعمل بيها احنا اكيد في حاجات كتير قوي هتتغير. وانا اتمنى ان مصر تبقى اجمل بلد في الكون. انا بحب مصر. استاذ اسلام الشراوي انا عايز اشكرك على الفكره اللي انت قلتها النهارده. بشكركم جدا واحنا هناخد تليفونات بعض وبالتاكيد هنتواصل واحنا وراك في اي حاجه ان شاء الله باذنك يا رب. في نهايه حلقتنا النهارده من على المصطبه اتمنى ان احنا نكون عرضنا قضيه تهم كل الناس وهي قضيه امن قومي انا من وجهه نظري وقضيه اقتصاد قومي وهي قضيه حل ازاي مشكله القمامه. استاذ ولاء حضرتك عايز تقولي حاجه في الكلام؟ انا بشكر اسلام الشراوي بشكرك واتمنى كل الشباب واحنا معاكم في اي حاجه باذنك يا رب كل الشباب اللي بيسمعنا ان الفكره والله بتوصل وطول ما انت عندك امل في التغيير وبكره اكيد هيبقى بكره احلى بينا. فهنهي كده بعد اللي انا سمعته ده يعني ادنا كلنا مع بعض عشان تبقى مصر احلى.